هنوا علينا الذكرى 58 ثورة 14 من أكتوبر المجيدة. هذه الثورة التي أرست لتحرير جنوب اليمن من الاستعمار البريطاني في 30 من نوفمبر 1967. بهذه المناسبة الغالية والعزيزة نتقدم بخالص التهنية إلى الشعب اليمني قيادة وحكومة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، متمنين أن تعود هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني ولبلادنا اليمن الخير والاستقرار والأمن والسلام. كل ثائر